الجيران، انا من الجيران وواحد الفرمليه ستاج، كنت ستاج مليح وكنت شفتها انا في ستاج وهضرت معاها وضحكت معاها، ويعني انسانه طيبه الله يعمرها دار، انسانه الله يعمرها دار، هادشي اللي غنقولو في الحق ديالها. كانت ممثله رائعه الله يرحمها، وعطات في الفن كثير ولكن ما عطاوها والو، عطات في الفن ولكن ما عطاوها حتى شي حاجه. الله يرحمها ويغفر ليها ويتبت عن سؤال. كانت نعمة السيدة ونعمة العمة ونعمة المرأة، الله يرحمها، الله يرحمها ويجعل لها أي حاجة، الله يجعلها لها أي حاجة دارتها أي شو واحد، الله يجعلها لها في الميزان المقبول، الله يجعلها لها في الميزان المقبول ويتبت عن سؤال. هذا أهم ما نقول لك، الله يرحمها. الوفاة ديال المرحومة فاطمة الركراكي هي خسارة كبرى للمشهد الفني والثقافي الوطني، كممثلة كبيرة، كممثلة رائدة ومؤسسة، تعرفت يعني بأعمال كبيرة في مجال المسرح، في مجال السينما، في مجال التلفزيون، في مجال الدراما، في مجال الإذاعية، رحمها الله وسكنها فسيح جناتها. افتقدناها، افتقدناها بزاف، افتقدنا الممثلة القادرة ديالنا، الممثلة القادرة الركراكي فاطمة الركراكي، والحمد لله والله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها خويا، الله يسهل عليك والله ما قادرة. كانت معاكم حنا عارفين، كانت معانا امرأة طيبة طيبة من خلق الله، ولكن هي كتحمق ملي كتعاود لنا الممثل، كتحمق على كل شيء، كتذكر كل شيء بسميتهم رشيد الوالي، يعني جميع الممثلين، كل شيء كل شيء كتحمق عليه. شافوا لك الله يرحمها ويوسع عليها فضلها، ودعيوا مع الدعوات وتبتع السؤال بينها وبين خوتها وخواتاتها، اصلا خوتها وخواتاتها مسامحين له كل شيء، الله يسمح ليه كل شيء، ما باغيين منه حتى حاجه، كانوا باغيين خوتهم يشوفوها فقط. كلمه حق المرحومه الله يرحمها. شنو كتجيك المرحومه؟ خالتي ماما. كانت من اطيب خلق الله، كانت من اطيب خلق الله، الله يرحمها ويسعدها، الله يسهل على السؤال، الله يرحمها، الله يثبتها على السؤال، الله يثبتها على السؤال، الله يعمر لها الدار، فنانة مزيانة وهي مزيانة وعائلتها مزيانة، الله يعمر، هي عروسها مزيانين، الله يرحمها ويوسع عليها. كم مرة طلعت معاها؟ عامين هذه وليا ساكنة عندي في الدار، عامين وهي معايا في الدار، مرة مخيرة، الله يرحمها. كيفاش تلقيتوا الخبر الوفاة ديالها؟ بزاف، عاد ثلاثة ديال المهمات كمالتها. كانت عيانة بزاف؟ لا ما عيانة، شاولي معي ما مريضة ما والو. خودي كلات وشربت وتحط المهمات كمالتها. متى الله؟ متدار في الحبيب متى ديال الله تشريف الله يحفظك الله يرحم ليكم الوالدين. حفلات ديال اللي عندها حقها في المسيرة، يعني هذاك الشيء الحفلات كنجي عندها عن الفرقة ديالي، الحفلات الحمد لله خط الصلة طيبة الله يعمر لها الدار، ما عمرنا شفنا منهم زعما شي حاجة، شي حاجة خايبة. أنا أنا عقلتي كنت نقول شي دار تقريبا لقيتها وجيت تندحي الحفلات في الدار الحمد لله، وبقات ديك العلاقة بيني وبينها، حتى سمعت الخبر ديالها توفات وبقات ديال الحل وجيت لعندها الحمد لله شفتها الله. ملي كانت أم وأم الأمهات للجميع، والحمد لله المسيرة ديالها كلها يعني إنجازات، وكلها يعني كتقدم الحنان والعطف لكل الناس، الحمد لله الله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبور. كنتمنوا من جميع الناس اللي كيحبوها يدعيوا لها بالرحمات. هذا ما كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.